حذر المجلس الوطني السوري المعارض في لقاء له بالعاصمة القطرية الدوحة من استهدافه ومحاولات تصفيته على حد قوله من خلال المبادرة الجديدة المدعومة أمريكيا والتي تهدف إلى قيام قيادة جديدة للمعارضة السورية مؤكدا على دوره المحوري في العمل المعارض. كما أكد المجلس نيته حضور اجتماع يوم الخميس لكنه عبر عن تحفظات. الحكومة المؤقتة لا يمكن أن تكون في المنفى حكومة نشكلها لإدارة أمور الناس لتأمين حاجات الناس، لذلك لابد أن تكون على الأرض، وحتى تكون على الأرض لابد أن تكون هناك حماية جوية من هجوم الجوي من جانب النظام. وتنص المبادرة على تشكيل هيئة قيادية جديدة للمعارضة وسط إشكالية عديدة. يبقى التباين حول التوقيت والآلية وطبيعة الدعم الدولي وأمور أخرى يؤمل أن يتم تخطيها في لقاء مشترك يعقد يوم الخميس هنا بين المعارضة وأطراف عربية ودولية. من الدوحة مها بردة، يورو نيوز.